اقتصاديا في لبنان، سجلت اصدارات البلاد من سندات اليورو باوندز ارتفاعات سريعه وغامضه في الايام القليله الماضيه، حيث استطاعت الليره اللبنانيه الصمود امام توسيع الاعمال الحربيه وبلوغها مشارف العاصمه بيروت، وبقي سعر صرف العمله مستقرا عند حدود 90,000 ليره للدولار الامريكي، وهو المستوى المسجل منذ مارس عام 2023. إضافة لذلك، قام مصرف لبنان بإجراء تعديل على التعميمين 166 و147 لتوسعة دائرة المستفيدين. لفهم هذا الإجراء وبقية الإجراءات نستضيف من بيروت جهاد الحكيم، أستاذ الاقتصاد والتمويل الدولي. مرحبا بك معنا. السؤال الأبرز اليوم لربما، كيف تمكنت الليرة اللبنانية من الصمود وسط نيران الحرب؟ يعني أيام رياض سلامة حاكم مصرف لبنان السابق كان بيعلى صرف الدولار أو يعني بينخفض بتأثير أمور بسيطة في الدولة، تشكيل حكومة من عدمها، أمور بسيطة. يعني اليوم أمام الحرب لم تتأثر الليرة، كيف؟ شكرا للاستضافة. أهلا. فقط للتوضيح لهذا الحكيم، أصبتي هذا السؤال بمحله تماما، لكن لبنان اقتصاده أصبح مدولر بشكل تام. نحن لدينا اقتصاد نقدي غير سليم هذا الوضع بالطبع، لأن الاقتصاد النقدي أو اقتصاد الكاش هو مرادف للفقر وتبييض الأموال، وليس والأموال لا تمر بالسبل المعروفة والتي هي تعتبر عادة الوسائل المشروعة كالمصارف وغيرها. ففي لبنان انهار القطاع المصرفي بشكل تام، وأصبح الاقتصاد مدولر بشكل تام، والليرة اللبنانية لم تعد تلعب دور العملة الوطنية كما هو الحال في أغلبية اقتصادات العالم، وبالتالي استعدنا عنها وأصبح الدولار هو العملة التي نخزن فيها القيمة والعملة التي نتداول بها. وبالتالي عندما تفقد العملة الوطنية وظيفتها وكونها أن تكون وسيلة لتخزين القيمة ووسيلة للتداول، عندها لا يعد هنالك أي أهمية لسعر الصرف. لذلك ما هو سعر الصرف اليوم هو لا يهم بتاتا، لأن كل عملية في لبنان فوق ال10 دولارات نقوم بها بالدولار الأمريكي، فقط العملية التي هي دون ال10 دولار نقوم بها بالدولار الأمريكي أم بالليرة اللبنانية، وبالتالي سعر الصرف ليس لديه أي أهمية. يعني للتوضيح فقط لمن يعتقد أنه هذا خبر إيجابي، هو تخطى مرحلة الأسوأ اليوم اقتصاديا بلبنان؟ لم يعد هنالك عملة وطنية، وبالتالي السياسات النقدية هي بحاجة لعملة وطنية كي تكون ناجعة، وبالتالي كيف يمكننا اليوم أن نقوم بسياسات نقدية من أجل مكافحة التضخم أو من أجل خلق فرص عمل أو من أجل خلق نمو وليس لدينا عملة وطنية؟ يمكنك القول أن ليس لدينا عملة وطنية في لبنان. العملة التي نقوم بتخزين القيمة من خلالها أو التداول بها هي الدولار الأمريكي. للأسف فقدنا الليرة اللبنانية أو وظيفة العملة الوطنية، وبالتالي لم يعد هنالك أي أهمية لسعر الصرف في ظل الدولرة الشاملة للاقتصاد اللبناني. وللأسف نحن أيضا في اقتصاد الكاش، الاقتصاد النقدي كما قلت لحضرتك. طيب، بالمقابل مصرف لبنان اليوم يجري تعديلات على تعميمين، تعديل على التعميم 166 و147، ماذا نفهم من هذا القرار وما جدواه في هذه المرحلة الموجود فيها لبنان اليوم؟ بالنسبة إلي ليس هنالك أي جدوى تذكر، لأن هي سياسات ترقيعية لإلهاء العالم بعد مصادرة مدخراتهم وتبديد جنى عمر اللبنانيين، وأيضا تبددت أيضا التغطية الصحية وكل ما كان يستفيد به المواطن أو الموظف أو المتقاعد، وبالتالي هذه سياسات ترقيعية لا تمت بأصل المشكلة بشيء. وبرأيي المواطن اللبناني هو بالطبع والمودع غير راض عن هذه السياسات التي لا ترد له أي شيء يذكر من ما صدر
يعني أعتقد ولكن أن حاكم المصرف بالإنابة اليوم وسيم منصور يقول بأنه 300 ألف كانوا يستفيدون من التعميمين القدامى، اليوم من المتوقع أن يستفيد أكثر. إني أتحفظ على كلمة يستفيد، لأن من كما إذا قمنا بمصادرة أموال المودعين وبعدها أعطاناهم جزء صغير من هذا من هذه الوديعة التي هي أصلا لهم، فلا يمكننا أن نقول أنهم يستفيدون. طب ممكن بس لو سمحت نشرح بس لنفهم ويفهم المتابع، أن هذا التعميم يشملهم، ما الفرق بالأرقام؟ يمكن نقول أن هذا التعميم يشمل هذا العدد من المودعين، لكن لا يمكن أن نقول أن المستفيدين من هذا التعميم. إنني أتحفظ على هذا التضليل الذي هو ممنهج، وبالتالي لا يستفيد من شيء. المودعون تم مصادرة أموالهم، تم مصادرة أرزاقهم، هذه التعاميم تشمل هذا العدد من المودعين. طيب أستاذ جهاد، ممكن فقط نشرح للمشاهد يعني ما الذي يعنيه تعديل؟ يعني اللي كان يقبض 100 دولار باتت يعني شو صار بمفهوم التعديل؟ شخص معين لديه مليون دولار كوديعة من جنى عمره، واليوم كان يستفيد من إذا كان بالنسبة لدي لا لك كان يستفيد، بالنسبة لي يمكنه سحب، أم قلنا له يمكن أن تسحب في الشهر 300 دولار، وأم اليوم يمكن أن تسحب أكثر من 300 دولار، على سبيل المثال 400 دولار، بالنسبة لك هذا الشخص يستفيد أم هذا الشخص قد تمت مصادرة أمواله؟ واليوم نقول كم نريد أن نفك الأثر عن أي جزء من هذا من هذه الأموال المصادرة. لذلك هنا سؤال آخر يطرح نفسه، هل الأموال هذه مؤمنة موجودة بمصرف لبنان لهذا التصرف؟ إذا كانت موجودة لماذا لم يبت يعني يتم البت بهذا القرار سابقا؟ بالطبع لا سيدتي، هذه الأموال غير موجودة، لقد حول أصحاب النفوذ أموالهم إلى الخارج، والبعض من أصحاب النفوذ استفاد بدفع القروض بمليارات الدولارات على سعر 1500 ليرة على حساب أموال المودعين، وبالتالي أموال المودعين غير موجودة بالطبع، وإلا لماذا تم مصادرتها؟ شكرا. هي فقط وعود واهية أنها موجودة وهروب إلى الأمام. لقد مضى على الأزمة أكثر من 5 سنوات، لأنها هي منذ تشرين 2019 صحيح. واليوم نحن في تشرين 2024، والوعود التي أخدقوها رأينا أنهم لم يأخذوا منها أي شيء. أنا أشكرك. القليل القليل نايف. نعم أنا أشكرك جزيل الشكر. كنت معنا من بيروت جهاد الحكيم، أستاذ الاقتصاد والتمويل الدولي، شكرا لك.